السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلبة والطالبات الأعزاء، يسرني أن ألتقي بكم مجددا في درس تطبيقي لدرس كيف تختلف الذرات. اليوم بإذن الله تعالى سنناقش فقط بعض الطرق حل المسائل لنكون أكثر إتقانا لهذه المسائل. درس اليوم مقرر على كيم 102 وكيم 802 على المقررين على المستوى الأول لنظام التوحيد ونظام التعليم الفني والمهني. فلنبدأ بإذن الله تعالى بمكونات الذرة. سريعا، ذكرنا في دروس سابقة أن الذرة مكونة من نواة، وهذه الذرة مكونة من نواة مركزية، هذه هي النواة، وهذه النواة تحتوي على جسيمات صغيرة، أحدهم يسمى النيوترون والآخر يسمى البروتون. فداخل النواة يوجد لدينا بروتونات ونيوترونات، وحول هذه النواة يوجد لدينا سحابة كبيرة تدور فيها الإلكترونات. وذكرنا سابقا أن الإلكترونات سالبة الشحنة، النيوترونات متعادلة الشحنة ليس لديها شحنة، والبروتونات موجبة الشحنة. أيضا ذكرنا فيما سبق أن العدد الذري هو عبارة عن عدد البروتونات في الذرة، وللذرات المتعادلة سيكون مساويا أيضا لعدد الإلكترونات، فإذا عرفنا أحدهم سنعرف الآخر. القانون الثاني أيضا أحبتي هو العدد الكتلي. العدد الكتلي هو عبارة عن مجموع ما هو موجود داخل النواة. لاحظوا، هذه النواة تحتوي على النيوترونات والبروتونات، إذا جمعناهم معا سنستطيع حساب العدد الكتلي، فهو مجموع البروتونات والنيوترونات. ملاحظة أخيرة قبل أن نبدأ في حل المسائل، لدينا هنا الرمز الكيميائي للعنصر. لاحظوا، هذا العنصر هو عنصر النحاس، ويسار هذا العنصر كتب لدينا رقمين. فوق يسار العنصر سيكون العدد الكتلي، وتحت يسار العنصر سيكون العدد الذري. فالرقم اللي فوق سيكون العدد الكتلي، واللي تحت سيكون العدد الذري. لنبدأ بحل المسائل. لاحظوا، لدي هنا جدول، والمطلوب هو إكمال هذا الجدول بما هو مفقود. هذا النوع من المسائل ممتع جدا، لأنه مثل اللغز، إذا عرفت شيئاً ستستطيع أن تستنتج منه الشيء الآخر. مثلاً لدي هنا العنصر ZN، ولدي رقمين مكتوبين، أحدهما فوق هذا 65 وتحت مكتوب عندي 30. ذكرنا قبل قليل أن العدد الذري يكتب تحت العنصر، فبالتالي هذا هو العدد الذري، فأذهب هنا وأكتب 30 لأن هذا هو العدد الذري معطى. العدد الكتلي هو العدد المكتوب فوق يسار العنصر، فسيصبح هنا العدد الكتلي 65. فاستطعت معرفة العدد الذري والكتلي فقط من خلال رمز العنصر الكيميائي. ننتقل الآن إلى عدد البروتونات والإلكترونات والنيوترونات. سنكتب هنا سريعاً القوانين لتذكرنا بطريقة الحل. العدد الذري يساوي عدد البروتونات، وهو نفسه يساوي عدد الإلكترونات. القانون الثاني أن العدد الكتلي يساوي مجموع البروتونات زائدا النيوترونات. فإذا لاحظوا معي هنا، إذا استطعت معرفة العدد الذري سأستطيع معرفة البروتونات والإلكترونات. العدد الذري 30، فإذا البروتونات 30 وكذلك الإلكترونات 30 بشكل مباشر جدا. الآن أصبح مفقود لدي عدد النيوترونات. عدد النيوترونات مجهول لا أعلمه، ولكن هل عندي عدد البروتونات؟ نعم، عدد البروتونات 30. هل عندي العدد الكتلي؟ نعم، عندي العدد الكتلي 65. فكم يكون عدد النيوترونات؟ نطرح 65 العدد الكتلي ناقص عدد البروتونات 30، كم سيكون الناتج؟ سيكون الناتج 35. وبالتالي استطعت معرفة جميع الأجزاء المفقودة. لننتقل إلى المثال الثاني.
باريوم، عنصر الباريوم. لدي هنا العدد مكتوب تحت أسفل العنصر 56. 56 هذا هو العدد الذري لأنه مكتوب في الأسفل، فأنتقل إلى هنا وأقول 56. مرة أخرى، إذا عرفنا العدد الذري سنعرف عدد البروتونات، سنعرف عدد الإلكترونات. فإذا العدد الذري 56، عدد البروتونات أيضا 56، وعدد الإلكترونات 56 كذلك. بنفس الطريقة لدي هنا العدد الكتلي معلوم 137 معطى، سأضعه في رمز العنصر أين؟ فوق 137. تمام؟ فإذا ماذا سأفعل الآن؟ أريد أن أحسب عدد النيوترونات. عدد النيوترونات هو عبارة عن العدد الكتلي 137 ناقص العدد أو عدد البروتونات ناقص 56. كم سيكون الناتج؟ سيكون الناتج 81، فاستطعت معرفة عدد النيوترونات. النوع الآخر من المسائل حول هذا الدرس في درس كيف تختلف الذرات هو حساب الكتلة الذرية المتوسطة. كيف سنحسب الكتلة الذرية المتوسطة؟ قانون بسيط جدا، ربما ترونه طويلا ولكنه بسيط. سيكون لدي الكثير من النظائر والمطلوب مني أن أحسب الكتلة الذرية المتوسطة لهذه النظائر. لاحظوا جميعا، لدينا هنا كتلة العنصر الأول في نسبة وجوده، وكتلة العنصر الثاني في نسبة وجوده، مجموعا مع كتلة العنصر الثالث في نسبة وجوده، وهكذا إلى أن أنتهي من جميع النظائر لدي. وسيكون العدد في الأخير مقسوما على 100، وسأخبركم بعد قليل لماذا هذه 100. لنطبق بشكل أفضل. لدي هنا السؤال للنحاس نظيران، النحاس 63 ونسبة وجوده 69.2% وكتلته 62.93 AMU. فلدي في السؤال المعطيات أن لدي نظيران والمطلوب حساب الكتلة الذرية المتوسطة لهما. لاحظوا في البداية سأكتب هنا الكتلة الذرية المتوسطة تساوي، وأضع خطا طويلا بهذه الطريقة. الآن لاحظوا أخبرني في السؤال أن للنحاس كم نظير؟ للنحاس نظيران، فإذا سيكون لدي قوسان. لاحظوا هذا القوس الأول بينهما علامة زائد، وهذا القوس الثاني. هذا الشكل العام للحل، طريقة الحل. بما أن لدي نظيران سيكون لدي قوسان، لدي ثلاثة نظائر، ثلاثة أقواس، أربعة، أربعة أقواس، وهكذا. فإذا ماذا سأفعل؟ سأضرب نسبة الوجود في الكتلة بهذه البساطة. فنسبة وجود النظير الأول 96.2 في علامة ضرب 62.93. القوس الثاني بنفس الطريقة، سأضرب نسبة وجود النظير الثاني في كتلة النظير الثاني، فسيكون لدي 30.8 مضروبا في 64.928 مقسوما على 100. لماذا هذه 100؟ لاحظوا معي أن هنا أعطاني نسبة مئوية، وأنا أريد أن أتخلص من هذه النسبة المئوية، فأقسم جميع المعادلة أو القانون على 100، فأتخلص من النسبة المئوية. وباستخدام الآلة الحاسبة أحبتي، ضعوا كل شيء كما هو. يعني ضعوا أولا علامة القسمة، البسط والمقام كما تعلمون، افتحوا الأقواس في داخل الآلة الحاسبة وسجلوا الأرقام كما هي، سيظهر عندكم الناتج، وسيكون الناتج وسيكون الناتج بوحدة الـ AMU. يمكنكم استخراجه باستخدام الآلة الحاسبة. المثال الأخير أحبتي يدمج ما بين ما تعلمناه اليوم.
يدمج ما بين استخراج عدد البروتونات والإلكترونات والنيوترونات وكذلك حساب الكتلة الذرية المتوسطة. يقول السؤال أكمل الجدول ثم أوجد الكتلة الذرية المتوسطة لعنصر الكربون. فهنا لدي ثلاث نظائر لأي عنصر؟ لعنصر الكربون. لدي هنا عنصر الكربون، هذه هي النظائر الثلاثة. لنبدأ بالنظير الأول، رمز النظير أعلم أنه فقط أنه كربون. لدي هنا عدد الإلكترونات، عدد الإلكترونات إذا عرفته سأعرف العدد الذري وأعرف كذلك عدد العدد الذري وعدد البروتونات. فدي هنا عدد الإلكترونات 6، عدد البروتونات أيضا سيكون 6 لأنه متساويان. ماذا تبقى لدي؟ عدد النيوترونات. عدد النيوترونات هو عبارة عن العدد الكتلي، معطى لدي هنا 12 ناقص عدد البروتونات 6، 12 ناقص 6 سيكون الإجابة 6. ولدي الكتلة الذرية والنسبة المئوية لهذا النظير. ننتقل إلى النظير الثاني. لدي هنا رمز النظير، لدي هنا العدد يسار فوق هو العدد الكتلي، فالعدد الكتلي لدي هنا 13. لدي هنا عدد البروتونات، إذا عرفته سأعرف أي عدد؟ سأعرف عدد الإلكترونات، فهنا 6 وهنا أيضا 6. نستخرج الآن عدد النيوترونات، كيف سنحسب عدد النيوترونات؟ العدد الكتلي 13 ناقص عدد البروتونات 6، كم سيكون الناتج؟ 7 نيوترونات. ولكن لاحظوا هنا أن لدي الكتلة الذرية لهذا النظير وليس لدي النسبة المئوية، فكيف سأحسب؟ ننتقل أولا إلى النظير الثالث ثم نكمل الحل. النظير الثالث لدي هنا عدد الإلكترونات، كيف سأعرف عدد الإلكترونات؟ لاحظوا هنا هذا هو العدد الذري يساوي عدد الإلكترونات مساويا لعدد البروتونات، فلدي هنا عدد الإلكترونات 6 وعدد البروتونات كذلك 6. كم سيكون العدد الكتلي؟ موجود، إنه موجود في رمز النظير، هذا هو يسار فوق اللي هو 14. فانتهيت من الجزء الأول من السؤال وأنتقل الآن إلى الجزء الثاني. لدي ثلاث نظائر للكربون، لدي الكتلة الذرية لهذه الثلاث نظائر، ولدي النسبة المئوية لوجود 2 فقط من هذه النظائر. ماذا سأفعل في الثالث؟ لاحظوا أن النسبة المئوية للعنصر أو للنظير الأول هي 98.9%، للنظير الثالث النسبة المئوية لوجوده 0.01%. أحبتي دائما تذكروا هذه النقطة، مجموع النسبة المئوية لتواجد النظائر في الطبيعة يجب أن يكون 100%، يعني يجب أن يكون نسبة وجود النظير الأول زائد نسبة وجود النظير الثاني زائد نسبة وجود النظير الثالث كم يساوي؟ يجب أن تساوي 100%. فماذا سأفعل؟ لدي هنا 98.9 و 0.01، ماذا سأفعل؟ سأجمعهما معا ثم سأطرح الناتج من 100، يعني سيكون الجواب كالتالي: 100 ناقص مجموع الأول النظير الأول والثاني 98.9 زائد 0.01. سيكون بعملية حسابية سنجد أن الناتج 1.09%. فاستطعت استخراج النسبة المئوية لوجود هذا النظير. ماذا سنفعل الآن؟ تعويض مباشر جدا. لنمسح هذا الجزء. ونكتب هنا الكتلة الذرية المتوسطة للكربون. ماذا سنفعل الآن؟ كما ذكرت
هناك خط طويل جدا مقسوما على 100. لدي كم نظير؟ لدي 3 نظائر، فإذن سيكون لدي 3 أقواس. القوس الأول الكتلة الذرية في النسبة المئوية، فسأضرب 12 في 98.9، هذا القوس الأول انتهيت منه، وبينهما علامة جمع 13.003 مضروبا في النسبة التي استخرجتها، زائد القوس الثالث، لاحظوا هنا علامة ضرب 14.003 مضروبا في 0.01 ومقسوما على 100، وسأستطيع استخلاص الكتلة الذرية المتوسطة لنظائر الكربون طبعا بوحدة الـ AMU واستخدام الآلة الحاسبة. وسنترك لكم الشرف لإيجادها أحبتي. وهكذا أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس وهذا التطبيق السريع، وأتمنى منكم محاولة الحل بصورة أكبر في باستعانة بكتابكم المدرسي. أحبتي أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، وألقاكم بإذن الله تعالى في دروس أخرى. تحياتي لكم.